طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. أبو خاف وجيت على بيت تستقر به ولقيت مكنوس كنس ما بي كل شيء، لا قنينة لا طباخ لا ثلاجة لا مجمدة لا قطيان، ماكو بساط اقعد عليها ماكو. والله اسال كل هاي اسالها علي، هسه حال الظن حال انا بنواتي، انا هنا مكاني ماكو، تفجيرها من هذي بيتي الى درجه، ومكنوس كنس ما بي كل شيء. الله شهد هسه تطلع علي، اذا تطلع ما بي كل شيء، ما عندي لا فراش لا شيء، وانا ظل هسه عائله قاعده ببيتي، خو ما اطردهم انا المساء شفتها انا، خو ما يعني هم هذا متضرر. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في بداية هذه الحلقة حول تصاعد وزيادة وتيرة اغتيالات في صفوف ميليشيات الحشد الشعبي. التساؤل، من يقف وراء هذه الاغتيالات ومن المستفيد من هذه الاغتيالات؟ هناك من يتحدث بأنها تصفيات من داخل ميليشيات الحشد الشعبي من فصائل معينة ضد فصائل أخرى، والفصائل الأخرى ترد على الفصائل التي قامت بالاغتيال. على سبيل المثال، اليوم أعلنت ميليشيا سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر عن مصرع القيادي فيها شوقي الحداد. ميليشيا السلام قالت بأن مسلحين اقتحموا منزل الحداد في مدينة الكوفة في محافظة النجف قبل إطلاق النار عليه، وكانت ميليشيا الحشد قد أعلنت يوم أمس عن مقتل أبو زهراء العبادي معاون مسؤول قيادة عمليات شرق ديالة في ميليشيا الحشد بمواجهات مسلحة على الطريق الرابط بين بغداد وكركوك. يعني ربما هذا أبو زهراء العبادي قد يعني قتل في مواجهات مسلحة كما ورد بين على الطريق الرابط بين بغداد وكركوك. أبو زهراء العبادي وهو معاون قائد عمليات شرق دجلة والمنتسب إليها، يوم أمس قتل كما قلنا على الطريق الرابط بين بغداد وكركوك في مواجهات مسلحة. الشرطة الحكومية قالت بأن هذا وتيرة الاغتيالات إن كان في ميليشيات الحشد أو من قبل ميليشيات الحشد التي تتهمها بعض الأطراف. يعني يوم أمس الشرطة الحكومية تحدثت بأن أحد الشهود الرئيسيين في ملف التحقيق بقضية سيطرة تنظيم الدولة على مدينة الموصل عام 2014 وجد مقتولا على طريق بغداد كربلاء. من هو؟ الشرطة الحكومية رجحت بأن اغتيال الضابط وهو محمد سالم الفتلاوي جراء دوره في التحقيق بقضية الموصل، ولفتت إلى أن شهادته اعتمدت سابقا من قبل لجنة التحقيق في البرلمان، وهذه اللجنة التي ألقت باللائمة والمسؤولية على رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. أضافت الشرطة بأن محمد سالم الفتلاوي الذي كان ضابطا في مقر اتصالات الفرقة الثانية في الجيش الحكومي لديه معلومات عن المكالمات الهاتفية بين بغداد ومقر القيادة في الموصل قبل استيلاء التنظيم على المدينة. إذن هذا الضابط قتل على الطريق الرابط بين بغداد وكربلاء وهو مسؤول في ملف التحقيق بقضية سقوط مدينة الموصل. إذا تحدثنا عن عمليات الاغتيالات والتصفيات داخل ميليشيات الحشد الشعبي في بداية هذا العام، بالتحديد يوم 17/1، مسلحون قاموا باغتيال أمجد الجبوري القيادي في ميليشيا العصائب أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي قرب منزله في منطقة الحصوة، وأردوه قتيلا وأصابوا أحد مرافقيه. كذلك إذا تحدثنا عن بعض القيادات التي تم تصفيتها
في ميليشيات الحشد الشعبي القيادي البارز وهو قاسم الزبيدي، وهو مسؤول الحسابات في ميليشيات الحشد الشعبي والقيادي في الحشد، قتل بعدما أطلق مجهولون النار عليه وسط العاصمة بغداد في منطقة كرادة. هذه الحادثة تقريبا أغلب العراقيين يتذكرها، عندما قاموا باقتحام منزله في منطقة كرادة وهو مسؤول مدير حسابات الحشد، وتم الحديث عنه، يعني كذلك تحدث عن حيدر العبادي رئيس الحكومة، ولم يسمي الأطراف التي قامت باغتياله، وقال نحن على علم ودراية من قتل قاسم الزبيدي في ذلك الوقت. في ذلك الوقت كذلك أثير الحديث أن هذا الشخص كان يعني يحاول فضح ملفات فساد داخل ميليشيات الحشد الشعبي، وتحدثت مصادر داخل ميليشيات الحشد الشعبي بأنه تم اغتياله لأنه سوف يقوم أو أراد أن يقوم بفضح ملفات الفساد في ذلك الوقت. التساؤل أعزائي المشاهدين، لماذا هذه الوتيرة ترتفع باغتيال قيادات في ميليشيات الحشد الشعبي؟ يعني مثلا أنه تجري اشتباكات مسلحة بين عناصر داعش وبين ميليشيات الحشد الشعبي على الطريق الرابط بين بغداد وكركوك، ويسقط أحد القيادات، هذا أمر يعني ربما يكون عادي في أي معركة في أي مواجهة مسلحة، ولكن عندما تأتي مجاميع مسلحة في وضح النهار في الليل باقتحام منزل لقيادي في ميليشيات الحشد الشعبي، ومعروف بأن ميليشيات الحشد الشعبي اليوم تسيطر على الشارع العراقي ولها السطوة ولها الكلمة العليا ولديها السلاح ولديها النفوذ ولديها الحراسات والعناصر، كيف يتم كل هذا الأمر باختراق نقاط التفتيش وهناك كاميرات تصوير صورت العديد من هذه الحالات؟ يعني على سبيل المثال ذاك الأسبوع تم اغتيال مدير الجوازات الضابط صفاء في بابل، وكلنا شاهدنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيف قام مسلحين، تقريبا 3 مسلحين في سيارة بيك أب ركنت قدام سيارة مدير الجوازات في بابل ونزلوا عليه وقاموا باغتياله وأخذ بعض المحتويات من سيارته. بعدين أجى الشرطي، كما شفنا في مقطع الفيديو بدأ يركض، طلع الشرطي ما أدري منين طلع، يبدو أنه كان يشوف الحادثة بس ما يقدر يعمل أي شيء. من يقف وراء هذه الاغتيالات؟ إذا تحدثنا في داخل ميليشيات الحشد الشعبي، من يقف وراء هذه الاغتيالات؟ الآن نحن في صدد تحالفات ما بين الكتل التي تسمي نفسها الكتل الشيعية السياسية في العراق، التيار الصدري، قائمة الفتح، قائمة النصر بزعامة رئيس الحكومة حيدر العبادي. لماذا هذا الارتفاع في وتيرة اغتيالات قيادات ميليشيات الحشد الشعبي؟ هل الحشد الشعبي يقوم بتصفية ذويه، بتصفية أفراده، بتصفية قياداته، أم هناك جهات خارجية تريد تصفية قيادات معينة في داخل ميليشيات الحشد الشعبي؟ نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، وكذلك نستقبل رسائلكم عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى سوف نطرحها خلال هذه الحلقة لهذا اليوم. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر، الله سبحانه وتعالى يقول يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يمكرون وينكر الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الله سبحانه وتعالى جعل بأسهم فيما بينهم، شئنا ما بين هاي الحقفة وهاي الأسباب كلها تنشال، هذا كل رب العالمين راح يدمرهم شوي شوية. هي بدأت سابقا، احنا ذكرناها عدة مرات، قلنا لكم انه راح يصير بيناتهم بعد معركة داعش، بس انتظروا اصبروا، هم واحد راح يقتل الله. لكن هذا الشخص اللي اختالوه عنده اتصالات، شاهد على مثلا مال اتصالات اللي الفرقة الثانية بالموصل، هو شاهد عليها. هذا ليش ما اختالوه قبل 2 3 ما
مثل ما يقول بعد ما صارت التحقيقات وهذا. نعم. هذا اكو جماعه موجودين يعرفون بالملف ماله، يعرفون انه شاهد عنده اشياء، يقول لك انتهت امر الحكومه، راحت بعد ماكو عصابه انتهت، اتلحقوا له تخلص من عنده قبل ما يطلع هذا الشيء ويقدم دليل على نوري وجماعه نوري، دير بالكم فقتلوه، فهم راسا طلعوا الملف ماله وبلغوا به وراحوا تلقفوه ما بين كربلاء وما بين بغداد، مو صاد كربلاء نعم بغداد بالضبط طريق بغداد كربلاء نعم. نعم، بس انا اريد اعرف هذا فتلاوي حنان، حنان الرفيقه حنان ايش راح يكون دورها؟ هل راح تدق وتلطم له ترقص وتغني؟ هذا اريد اعرفه من حنان، هذا من عندك من عندك وبيك يا حنان؟ اريد تبين تبعيه تبينين دورك سبعه بسبعه، هذا ايش قد راح يسوى؟ يسوى 7000 8000 10000 هذا قرايبك منك وبيك من عشيرتك؟ اطلعي زين استاذ، وهذه راح تستمر هذه الحاله، هذه الحاله القتل ما بينهم صراع ما بينهم راح يستمر، لان كلهم اياديهم ملطخه بدماء. زين هم هسه مو تحالفوا فيما بيناتهم ويريدوا يشكلون الحكومه القادمه؟ استاذ هذه التحالفات اللي دائما تذكرها، هذا مو تحالف من الله سبحانه وتعالى، هذا تحالف من الشيطان، هو الشيطان يجمعهم وهو الشيطان يفرق رب العالمين يفرقهم. من يجمعهم الشيطان رب العالمين هو اللي يفرقهم، هو اللي يدمرهم، هذا مو تحالفات حقيقيه. نعم. اكو مصالح استاذ، مصالح استراتيجيه، انا ما اقول لك هم ما مختلفين بالعقيده الدينيه، لكن مختلفين بالمصالح الاستراتيجيه بيناتهم، اليوم يريد يحصل على مجموعه من الكراسي، حسن نصر الله ابو حزب الشيطان، حسون الملعون انا اسميه، هذا عنده مقطع بالفيديو يقول مقطع مع احد المسؤولين، تدري ايش يقول؟ يقول احنا ما عندنا صراع ايديولوجي مع اسرائيل، ما عندنا صراع عقائدي، احنا عندنا صراع استراتيجي، طبعا اخويا شلون يصير عندك؟ طبعا انت شلون راح يصير عندك صراع عقائدي وياهم؟ لان انت منهم وبيهم، انت هو اللي اسسوا عقيدتك، هم اللي بنوها، هم اللي خلوك توصل لهالمرحله هذا، اليهود هذول اصحاب فضل عليكم، هذول راح تستمر استاذ، وحتى ملفات السرقه كلها يعني انا متاكد بالوزارات راح يتم تصفيتها شوي شوي الوزارات من خلال احراق الملفات. زين ابو عمر، يعني مثلا البارحه القيادي في التيار الصدري او ميليشيات السلام سرايا السلام التابعه لمقتدى الصدر وهو شوقي الحداد، يعني دخلوا له البيته في النجف بالكوفه، الكوفه يعني ما بيها لا داعش ولا بيها قاعده ولا بيها عناصر ارهابيه كما يصفونها، مسيطر عليها امنيا من قبل ان كان من قبل الحكومه او من قبل الميليشيات، ومعروف نفوذ سرايا السلام بالكوفه كلش قوي، معقوله يدخلون عليه للبيت وهو قيادي يقتلوه ويطلعون وما حد يشوفهم وما حد يسمع عنهم وما حد يعني يمسك خيط واحد عليهم للقتل؟ هذا شوقي حداد، شوقي حداد هذا هم كان قيادي الجيش المهدي، هذا من طلعت النتيجه عليهم راحوا، لكن انت تعرف من اللي قتله؟ قتلت المخابرات الايرانيه، المخابرات الايرانيه اقوى من اهل الكوفه واقوى من اهل كربلاء واقوى من اهل النجف، ايش قد ما يجذبوا الحراسه؟ اذا تريد تقتله والله تقتله، ماكو الطلعه من مثل ما يقول من السابع تحت الارض، ماكو ليش تقتله؟ يعني مثلا انت تقول المخابرات الايرانيه، برايك ليش تقتله؟ تقتل لي انه تريد ترجع المقتدى، تعرف مقتدى باعهم، تعرف مقتدى باعهم، باعهم الايران بمعنى الكلمه، وحيدر ايضا باعه، حيدر ايضا باعهم، ترى حيدر بايعهم، تذكر من راحوا للسعوديه اثنيناتهم ورجعوا، قلت لك زين الجماعه اتفقوا وقعدوا وراح يشكلون الحكومه، وهذا يرضي ايران، يعني انت عشيره تقتل من عشيره خمسه بخمسه ويصافون ويقعدون، يعني هذا هو هم صافوا، يعني ما يبقى حق فيما بينهم، لا يبقى حق، يبقى كراهيه. استاذ عمر بالنسبه الى هذول راح تبدي بعد راح تسمع شغلات بعد اكبر واكبر، هاي ملفات السرقه، حتى لجان النزاهه ماكو، هاي الرشاوي اللي كان تاخذ رشوه من الحراميه، تعال انت بايق مليار، جيب لنا 250 مليون، روح وش تريد تسوي؟ روح سوي، هذا الملف مالك نغلقه، ما انا عارف شلون صار نجيب ملياردير،
شو صار ملياردير كان يبيع بطايق بلندن؟ ها؟ شو صار ملياردير خليج هو المقتدى يقول جبت يمي سالته شنو انت اف بي اي يا مقتدى؟ انت سكوب لنديار؟ انت مخابرات روسيه تحقق وياه؟ ولك خلوها سكته ولك عيبه ضحك العالم. فاليوم هذه الدماء اللي سالت بالعراق والله العظيم من اهل السنه والجماعه كلها راح تطلع من خشومكم، وهذه هي لعنه الله عليهم. الله يجعل تاسف بعد اكثر واكثر فيما بينهم. وانا ابو شكرا. عمر من السليمانيه كان معنا، معنا اتصال ابراهيم من الدنمارك، تفضل ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ اني ابراهيم رؤوف من الدنمارك، صار لي تقريبا 38 سنه خارج العراق. فاحب انا اقول يعني اني وجماعتي هنا اللي جماعتنا يعني كثيرين عراقيين هنا، فاحنا نتابع دائما قناه رافدين واخبار العراق، بس يعني نتاثر كثيرا على اوضاع اللي مو طيبه في شو اسمه في العراق. نعم. وخاصة يعني بارحة خابرت على أساس يعني أشترك بالبرنامج. نعم. فما صار قسمة. نعم. إن شاء الله اليوم أقدر أتكلم. يعني دائما إحنا كعراقيين في الدنمارك يعني نحب وطننا ونحب العلم مالنا. نعم. ودائما يصير قتل ويعني بالميليشيات وناس الأبرياء ناس فقراء ينقتل. يعني القبل كم مره يعني بعمري شفت صار شو اسمه صار انقلاب عسكري، ليش ما يصير انقلاب شعبي في العراق؟ يعني الشعب ليش نايمين؟ ليش ما يقومون مثلا على ضد الفساد، ضد مثلا رشوه، ضد هالحشد شو اسمه يعني شو يقولون نسيت اسمه والله حقيقه هسه يعني شويه على 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 الواقع المزري في العراق. ابراهيم اليوم اليوم اكو تصاعد في اغتيالات قيادات او قياديين في ميليشيات الحشد الشعبي، انت برايك من يقف وراء هذه الاغتيالات؟ يعني قيادي بالحشد وعنده حمايه وعنده سلاح يدخلوا له للبيت يقتلوه ويطلعون وما حد يلزمهم. والله استاذ يعني بالنسبه يعني فكري انا اقول لو حكومه صحيح حكومه يعني هالمشاكل ما يصير، يعني حكومه له علم يعني بهالشيء هذا، بس يحبون ان يبقون بالحكم وياهو يموت ياهو ينقتل خليه ينقتل، بس احنا نبقى بالحكم. يعني فكيف يصير يجي واحد يطب بالبيت ويقتل ويروح ما حد يلزمه، ما حد يقول له تعال انت ليش سويت هالشكل؟ يعني في ناس ياخذون اوامر من خارج العراق بلكت، يعني اقول يعني حاليا مثلا ايران شعلية من العراق. لا. ايران ليش يجيب مشاكل براسنا؟ نعم. عندك شيء تضيفه يعني ابراهيم؟ والله استاذ يعني اريد اقول مثلا احنا نحترم علم العراقي كعراقيين، نحترم وطننا، فيعني نتاثر كثيرا. نعم. صار لنا 40 سنه في خارج العراق، نريد نرجع بالبلد وبلد يعني يوم يوم يكون شو اسمه ووضعيته مو تمام. نعم، مع الاسف والله. اشكركم احنا اشكركم ان شاء الله، احنا نتابع دائما وانقلبنا وياكم يعني ان شاء الله يخلص هالمشاكل هذه. امين يا رب. شكرا ابراهيم. ابراهيم من الدنمارك كان معنا. اذا ماكو اتصال ناخذ فاصل اعزائي المشاهدين ونكمل بعد الفاصل مواضيع هذه الحلقه.
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. نقرا رسائل واتساب، يقول ابو عارف من بابل: تصاعد الاغتيالات نتيجه طبيعيه لفوضى السلاح وغياب القانون، ويبدو ان ما بينهم من مشاكل اصبح اكبر من السكوت عنه، وهذا ما تم التحذير منه بعد نهايه المعركه وبقاء السلاح بيد ميليشيات الحشد، فاصبحت الميليشيات المسلحه يقول سلطه فوق القانون، وانهم اصحاب القرار الامني أكثر من الجيش والشرطة. ولن تتوقف هذه الاغتيالات مع غياب القانون واختلاف توجهات زعامات الحشد فيما بينهم بسبب الاستقطابات، يقول أبو عارف من بابل. رسالة أخرى يقول: السلام عليكم، تحية لقناة الرافدين. أخي العزيز عمر، إن شاء الله نارهم تأكل حطبهم. من 2003 إلى الآن لم نشاهد أي تغيير وتحسن لأوضاع الشعب، صدعوا رؤوسنا بنظام البعث الصدامي، وهم بعد رفع الحصار وانفتاح العالم على العراق لم يأتوا لبناء العراق وتغيير حال العراقيين، بل استغلوا ضعف العراقيين وحبهم لدينهم لتفريقه ثم سرقته، وهذا الحقد الدفين على الشعب العراقي وأبنائه، حيث استخدموا الطائفية كأداة لتفريق الشعب. رسالة أخرى يقول: إن من يقف وراء الاغتيالات والتفجيرات وعدم الاستقرار في العراق هو جارة السوء إيران، لأن تعتقد بأن مصلحة الأمن القومي الإيراني تتطلب هذه الأعمال الإجرامية بحق كل عراقي ابن ميسان. رسالة أخرى يقول أبو قاسم من فلسطين: أخي عمر، الأمر طبيعي أن تحدث صراعات ومعارك بين قطعان هذه العصابات الإجرامية، ولكن الأمر غير الطبيعي أن لا تكون هناك مشاريع تذكر لمواجهة أصحاب هذه القطعان الإجرامية. أبو قاسم من فلسطين. إذن تصاعد في وتيرة اغتيالات قيادات داخل ميليشيات الحشد الشعبي متنوعة، كانت في سرايا السلام أو العصائب أو التابعة إلى بدر. يعني تحدثنا قبل الفاصل على اغتيال مدير جوازات بابل، وكنا شاهدنا هذا المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي البارحة. يعني تم تداول هذا الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة بأنه تم إلقاء القبض على أحد المنفذين أو اثنين من المنفذين، وبعد ذلك بعد ضغوطات يعني تبين بأنهم يتبعون لأحد فصائل ميليشيات الحشد الشعبي، تم إطلاق سراحهم وذهبوا إلى إيران بحسب مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك وتويتر. موضوع آخر أعزائي المشاهدين، موضوع آخر، ذهاب أو مغادرة 45 برلماني من الدورة السابقة المنتهية التي انتهت قبل أيام، غادروا إلى العراق. يعني بحسب صحيفة العربي الجديد، غادر برلمانيون خارج البلاد من دون عودة كما تقول الصحيفة، خوفا من ملفات فساد قد تلاحقهم بعد رفع الحصانة عنهم، بينما أكد مسؤولون عدم وجود نية حقيقية لمحاسبة الفاسدين في البلاد. وقال مسؤول في مطار بغداد الدولي لصحيفة العربي الجديد بأن الأسبوع الماضي شهد سفر نحو 45 نائب في مجلس النواب من كتل مختلفة، وقد دفعوا تذاكر السفر فقط من دون العودة، يعني ذهاب فقط مو ذهاب وعودة. وبين بأن النواب سافروا إلى بلدان مختلفة منها إيران، تركيا، جمهورية مصر وغيرها من الدول، وبعضهم يعني سبقتهم عائلاتهم إلى تلك البلدان، وأشار إلى عدم وجود منع بحق أي من النواب المسافرين. إذن بحسب صحيفة العرب الجديد، 45 نائب من الدورة السابقة التي انتهت قبل أيام غادروا العراق، وبحسب الصحيفة من دون عودة خوفا من ملفات الفساد. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكم وللشعب العراقي. أهلا وسهلا بك أستاذ. بالنسبة للموضوع الأول، نعم، إن الاغتيالات عبارة أو تتم الاغتيالات عن طريق خط المرشد. خط المرشد هذا متصل مباشرة بخامنئي وقائد فيلق القدس
قاسم سليماني. نعم. طبعا الاجندات اللي موجوده هنا اللي تراعي مصالح ايران هي تقوم بعمليه تنفيذ اوامر الاغتيالات. والاغتيالات اكثريتها من اناس من الحشد يرفضون تدخل ايران العسكري والحرس الثوري، وادى الى انه هاي الفتره الاخيره قاموا بعمليه نقل قسم من الحشد الى سوريا، وادى الى مقتلهم هاي الاعداد الكبيره عن طريق قوات التحالف. هسه الوضع الامني في بغداد في منطقه النجف وكربلاء اخذت القوات الحشد على عاتقها هي حمايه الشخصيات اللي موجوده في هذه المناطق، وخاصه مدينه بغداد منطقه الشعله الكاظميه، الزعفرانيه، الزياح، هي العامل، الصدر. ليش؟ لانهم كلهم اكثريتهم من سرايه السلام. بس انا اعتقد ان الله سبحانه وتعالى ما راح يترك الظالم بدون انه عقاب. كل يقتل عراقي ويدمر عراقنا فهذا دلاله على انه الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد على كل من ظالم، على كل من بهدل العراقيين واهل سوريا واهل اليمن. احنا كنا شعوب متآخية بكل طوائف الشيعية والسنيين. اما بالنسبة للبرلمانيين فهذا يرجع الى الحكومة الضعيفة مالتنا والركيكة اللي سمحت للبرلمانيين انه يقومون بعملية في السفر الى خارج العراق. يعرفون انه هم اصحاب مشاكل وقاموا بسرقة العراق. وانا اعرف ان قسم من ابناء البرلمان خاصة محمد الصهيوني قال انه تمنع الحكومة هروب البرلمانيين، ليش؟ لان اموال العراق كلها سرقت من قبل البرلمانيين وقبل الحكومة العراقية. فمن راح يصير هنا شغلة حدية انه راح يخافون انه راح يكونون خاصة بعد انه رفعت عنهم الحصانة. فلهذا نشوف الوضع مضحك، فعلى العراقيين انه ينظرون الى حالة العراق وحالة الوضع الامني وحالة الخدمات. فكلها افلات، صار افلات في العراق بحيث انه لازم قدرة من الله سبحانه وتعالى انه يقومون بعملية تنظيم الوضع، لان الوضع العراقي ترى راح انتهى اذا ما نتلحق له. فانا اطلب من الشعب العراقي يعني يساعدوني يتوحدون. تحياتي للجميع. شكرا ام عبد الله من بغداد. معنا اتصال ابو عبد الله من لندن، تفضل ابو عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي عمر، الله عز وجل يقول في القران وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالاغتيالات هذا بين الميليشيات الله، هذه يعني دليل انهم يعني هم يتبعون مراجع دينيه وانهم على اساس مسلمين. فهذا يعني انه دليل انهم الله عز وجل ندعو ان يجعل بأسهم بينهم شديد، لانهم ظلموا الشعب العراقي وتعاونوا مع الغزاة الصفويين والامريكان. فان شاء الله نقول ان شاء الله نارهم تاكل حطبهم. اما بالنسبه للهروب البرلمانيين اخي الكريم، هؤلاء مثل ما قلنا يعني زين. شنو ماشي ابو عبد الله، شنو اللي يؤدي الى حيث توصل النقطه الى اغتيال قيادي؟ يعني مو فرد عادي او عنصر، شنو هاي المرحله اللي وصلت الى انه اغتيال قيادي، ان كان في سرايا السلام، في العصائب، في بدير، في الفصائل الاخرى؟ برايك انت شنو اللي وصل الى مرحله اغتيال قيادي والذهاب الى منزله؟ انا اعتقد اخي عمر انهم هذه من اجل المناصب ومن اجل الاموال، يعني انهم من اجل الوصول الى السلطه فيصفوا بعض البعض حتى قيادات ومن اجل المنافسه التنافس على السلطه وعلى المال. فكل واحد يعني هذا خلافاتهم ليس لو كان مثلا ليس من اجل الشعب العراقي، ليس من اجل الوطن. فهم هذه يعني هم شلة مجرمين، القيادات كلها عميلة وما عندها خوف من الله، فيختاروا بعضهم بعضا. وإلا هم يعني يقولون أن المرجع يعني يضبطون نفسهم عقائديا بالإمام علي وحسين أو الإسلام، وهم يقولون الدم الشيعي عندنا يعني خط أحمر. فهذا الاختيارات يثبت أنهم هم فاسدين، يثبت أنهم مجرمين، يثبت أنهم فاسدين، ويثبت انهم نزاعهم وقتالهم من اجل مال وسلطه، هذه ببساطه، ولا يهمهم الشعب العراقي،
ولا الشخص القيادي الذي يخاف الله او حتى اتباعه اذا خافوا الله لن يقتلوا احدا، يعني يكون هناك يعني يكون عندهم خوف من الله عز وجل، لان الله عز وجل امر الإسلام جاء رحمه للعالمين ما جاء للسيخ وقتل الناس. اذا انت ترجح انه مساله مناصب واموال. زين بالنسبه الى 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 يعني سفر، خلينا نقول سفر 45 نائب دون عودة بحسب صحيفة، طبعا الصحيفة يعني وصفتها بأنها هروب. زين اليوم أكو 20 مذكرة إلقاء قبض وطلبات رفع الحصانة بحق عدد من النواب في البرلمان، 20 مذكرة إلقاء قبض. زين رئيس الحكومة ما زال يمارس صلاحياته كرئيس وزراء، ليش ما يمنع سفر أي مسؤول وأي نائب سابق من العراق؟ إذا كان الدعوات صادقة من ناحية محاربة الفساد وأنه المرحلة القادمة هي معركة شرسة مع الفساد وإلى آخره كما يقول، ليش ما يقوم بمنع سفر وهو أعلى سلطة تنفيذية في البلد؟ أخي عمر، حتى أعلى سلطة تنفيذية من الذي سمح له أن يصل إلى هذه السلطة؟ أليس الصفويين الإيرانيين والغزاة الأمريكان هم ألم يزوروا الانتخابات؟ ألم يسمحوا بتزوير الانتخابات؟ فالسلطة مثل ما يقول السمك من الرأس فاسد، فهذا يسمح له أن هو فاسد، هو أيضا هو مشترك معهم، فهذا السبب يعني يسمح لهم أن يهربوا، لأنهم كلهم مشاركون في الجريمة، كلهم مشتركون في السرقة ونهب المال العام، فلا شك أنهم تحت يسمح يعطي لهم الضوء الأخضر أن يهربوا. وإلا حتى مرات مثلا يأتي مثلا هناك يعني نقاط تفتيش وهناك سولارات وأجهزة متطورة، كيف يدخل العبوات الناس ويفجر ويقتل مدنيين؟ فلا شك هناك من يسمح لهم، من يعطي لهم الضوء الأخضر أن يهربوا، فالسلطة هو فاسد، فلا شك أنه يسمح لهم بالهروب لا شك. يعني والله مصيبة عن العراق والعراقيين. أنا أشكرك أبو عبد الله من لندن كان معنا. أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم. السلام وعليكم عمر. السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك والقناة الرافدية. حياك الله. أهلا بك. مقدما أستاذ عمر نقول اللهم اجعل كيدهم بينهم، اللهم سلط عليهم من لا يرحمهم. وبدأ الصراع والاقتتال بين الفصائل المسلحة، وبدأت الميليشيات يقتل بعضهم البعض. نعم. طبعا بعلم من الحكومة وبعلم من مرجعية النجف، والحكومة والمرجعية راضية بكل اللي يصير بالعراق. يعني فتوى السيستاني بالحشد الكفائي وبتأسيس هذا الحشيد بلوى صارت على العراقيين، بلوى صارت على الوطن كله. يعني من أصدر الفتوى إلى هسه العراق ضرب وينزل أسوأ مستويات. نعم. يعني الكل أستاذ عمر، الكل بالعراق من هالفصائل المسلحة الموجودة يصارعون بيناتهم على مود كرسي رئاسة الوزراء. الفتح تريد الكرسي، العصائب تريد الكرسي، سرايا السلام تريد الكرسي. يعني من ما نعرف هالكرسي هذا لما راح يستلموه، وهم دا يتقاتلون هسه بيناتهم شنو اللي راح يسووه إذا استلموا هالكرسي هذا للشعب؟ يعني دمار، والله دمار. طيب يعني شوف شلون يصير وضع البلد اذا استلموا هذا المنصب. تصور حضرتك يعني الشعب يعيش باسوأ حال ومحروم من ابسط مقومات الحياه، وكل الموجودين من حشد وفصائل مسلحه واحزاب مشغوله بامر واحد، هو شلون يستلمون هالمنصب وشلون يستولون على خيرات البلد. يعني ماكو كتله او حزب يريد مصلحه هذا الشعب، كلهم يدورون على مصالحهم الشخصيه، وكلهم مرتبطين ارتباط مباشر بإيران، وكل التعليمات والأوامر تجيهم من إيران، وهاي عمليات الاغتيال أكثرها تصير بأوامر من قاسم السليماني وملالي إيران. يعني الشعب العراقي، أنا سمعت يعني قبل كم يوم والله سمعت خبر، نعم. هذا الشعب العراقي محروم من كل شيء والحكومة ما مهتمة به، وسمعت أخبار بأن الحكومة تبرعت بمليار دولار لمساعدة اقتصاد إيران بعد العقوبات اللي فرضتها عليها أمريكا، وما راضية طبعا حسب ما سمعت ما راضية إيران بهذا المليار، يقولون عسى وان تفكنا شوية أزمة صغيرة. وهاي العمليات مال الاغتيال اللي تصير أستاذ عمر هي بسبب هذا الانفلات الأمني وفوضى السلاح اللي تملك الميليشيات. يعني مو بس الميليشيات أستاذ عمر، يعني أنت حضرتك دا تشوف ودا تسمع
يعني عشيره تملك اسلحه ما صايره يعني ما نعم. صايره. اي البارحه بالحبيبيه يعني معركه دخلت بها حتى طائرات هليكوبتر. رحم الله والدين. نعم نزاع يعني شائع. شنو موقف الحكومه؟ انتم شنو موقفكم من هاللي يصير هذا؟ عشيره تملك كل انواع الاسلحه الموجوده عندها، نعم. ابسط شغله تصير بيناتهم طلعت الاسلحه للشوارع وصار الاقتتال وصار الرمي وصار الرعب بين المواطنين الامنين اللي ما لهم لا حول ولا قوه. يعني انتم شلون حكومه اللي تسمحون بهالانفلات الامني هذا؟ نعم. شلون حكومه تسمحون بانتشار هذا السلاح خارج سلطه الدوله؟ حكومه فاسده يا استاذي العزيز وهذول الاسفار. ماشي ابو ناصر، يعني نفس التساؤل، برايك من يقف وراء هذه الاغتيالات؟ يعني قياديين في داخل الحشد الشعبي، مو مساله بسيطه انه يتم اغتياله في منزله. والله استاذ عمر يعني انا برايي اقول اللي يوقف وراها هو ايران. ليش؟ ايران عندها مصالح بالعراق، ايران عندها هادي العامري الشخص المرغوب فيه حاليا. كتلة هذا ميليشيا مقتدى الصدر اللي دائما يطلع ويقول اذا صح التعبير، وهي جملة مشهورة، اللي يريد يحكم العراق ايران مقابله. الهادي العامري مرشح يريد يستلم منصب رئاسة الوزراء، نعم. مقتدى مقابل، وعلى هالشغلة هاي ايران هي اللي مسيطرة هسه على الوضع. يعني مثلا من هاي الاغتيالات ممكن ان نفهم انه شلون تقول تهديد، قرصة اذن، انه ترى احنا نقدر نوصل القياداتكم، نقدر نوصل الى الكوفة مثل ما صار مع القيادة في سرايا السلام، نقدر نوصل الى 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 شلون تقول مثلا امن نقطة تعتبروها انتم في العراق. ممكن هذا الشيء؟ فعلا هذا الشيء هو اللي دا يصير استاذ عمر. نعم. يعني يقدرون يوصلون لاي شخص موجود بالعراق ويغتالوه، وبعلم الحكومة وبعلم القوات الأمنية الموجودة. يعني ولا شلون تفسرها لما يطبون للكوفة ويدخلون على بيت هالشخص هذا ويغتالوا ويطلعون؟ وقبل فترة شفنا شلون اغتالوا مدير جوازات بابل. نعم. وشلون التصوير شوفونا إياه، وشلون يجون على السيارة مالته ويأخذون محتويات من السيارة. نعم. ووجوههم معروفة وسيارتهم معروفة وبدون محاسبة وبدون أي شيء صار. وبعدين الاشخاص هذول اللي طلعوا خارج العراق استاذ عمر من البرلمانيين اللي خايفين من المساءله، نعم. اذا ثبت عليهم تزوير، نعم. هذول اول وتالي راح يرجعون استاذ عمر، ترى اول وتالي ياخذ لهم شهرين ثلاثه ويرجعون وكانه كل شيء ما صار نهائيا. حكومه فاشله، حكومه فاسده، ونفس حيدر العبادي ما يقدر يسوي شيء ولا يقدر يحاسب واحد ولا يقدر يمنع واحد من السفر، بانه هو بالاساس عليه ملفات فساد. نعم. وكلها تعرف هالشيء هذا. انا اشكرك ابو ناصر من تركيا كان معنا. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. نقرا رساله على الواتساب تقول: ام علي، هذه حوبه الابرياء الذين قتلوهم ومثلوا بجثثهم واخذوا اموالهم وفجروا مساجدهم وهجروهم ظلما وعدوانا، وان وعد الله حق وهو المنتقم الجبار، وحسبنا الله ونعم الوكيل. معنا اتصال ابو علي من كربلاء، تفضل ابو علي. السلام عليكم عمي. وعليكم السلام ورحمة الله. الله سنعتكم. حياك الله يا أهلا وسهلا بك والأخوة اللي اتصلوا والأخين جميعا واللي اتصلوا قبلي ووفوا وكفوا. بس شيء واحد، أنا مناشدتي للشعب العراقي.
هذول تعبا وكل نوصلهم للمطارات نشيل جنطهم. خاف واحد عطشان نطيه دبة مي جدر مي تانكي. خاف واحد راسه يوجع نطيه حباية. لين الناس مساكين دول البرلمانيين يعني خدمة بالعراق نعم. جابوا فلوسهم من الخارج وبنا وهسه الشعب العراقي بحبوح من العيش والسعادة والراحة. ليش الانصاف ما ينصار مو يجي خصوصا ذول عندهم بحيرات كون اصلا نذرهم لحمنا ونعطيهم احنا نعيش وهم يعيشون واحنا نموت. نعم انا اقول يا ربي بحق دمعة كل يتيم، يا ربي بحق لهفة كل ام مفقودة لها، بحق ربي بعزتك وجلالك ان تبين حبة هالمساكين كل من طائفي كل من يكيد للعراق. اللهم بعظمتك وعزتك يا ربي قولوا امين يا ربي. انتقم من كل فرق بين الشعب العراقي، اللهم انتقم من كل ما عنده ولا للعراق وما عنده حب للعراق. اللهم انتقم من كل انسان قتل عراقي بريء. الهي انت على كل شيء قدير، ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نعم وانا اشكرك عمي، والله هذا العراق الله حافظه. كيدوا شو تسوون سووا، الله ينصر العراق، الله يحفظ بقى العراق، الله يحفظ بغداد. نعم ابو علي اسالك اذا عندك نعم اريد اسالك على موضوع الاغتيالات في ميليشيات الحج الشعبي، شنو رايك بهذا الموضوع؟ من يقف وراء؟ من المستفيد؟ استاذي الشخصيات الكبار لها سمعه بس الناس هوايه صار هوايه الاغتيال. نعم على الفلوس وعلى المناصب وعلى السمعه من زمان هذا صار، هسه يوم على يوم من رجعوا من الموصل ولا قاعد يكثر. والله هم مو يعني هوايه بالقضاة الضباط اللي عندهم مسؤول عن الشعبي هوايه، هذا اللي يطلع قليل. نعم اللهم اجعل قسم بينهم على المصالح على المصالح. استاذ عمر نعم ابو علي من كربلاء كان معنا. رساله على الواتساب يقول اخي العزيز لم يستهان بالعراق والعراقيين قديما او حديثا مثل ما يتم الاستهانه به من قبل هؤلاء الذين اتوا بعد العام 2003 به، ولا يوجد في أي بلد في العالم كالعراق الآن بلد ضعيف ينتشر السلاح في كل مكان والميليشيات الإيرانية تسيطر على جميع مقدراته، لا يوجد قانون ولا هيبة للدولة، وهذا العمل متعمد في العراق ولا يريدون استقرار وازدهار العراق. رسالة أخرى تقول السلام عليكم، عدم احترام المواطن العراقي حيث قام مسؤول سيطرة صلاح الدين بإنزال مواطن كونه لابس شورت وعلى أخيه الصغير وعلى والدهم الكبير بسحلهم، قام بسحلهم على الأرض وإدخالهم في غرفة وانهالوا عليهم بالضرب القاسي، منظر مؤلم. المفروض من المسؤول أن كنت شريفا كما تقول الرسالة حاسب الفاسدين والقتلة ومن دمر العراق. رسالة أخرى يقول أخي عمر، عاد رئيس الوزراء حيدر العبادي لمطالبته بحصر السلاح في يد الحكومة في وقت اعتبر فيه الكثيرون بأن تحالف سائرون مع الفتح هو تحالف المسلحين وسط مخاوف برلمانية من عواقب المناكفات السياسية على الوضع الأمني. نعم يعني كأنه رسالة خبرية. السلام عليكم أخي عمر، ليش تحشون على الحكومة؟ وين أكو دولة مثلنا؟ عندنا حكومة ملائكية. رسالة تهكمية. رسالة أخرى يقول نتمنى أن تكون هناك اتصالات عبر الواتساب وشكرا إن شاء الله، يعني نحاول أن نوفر هذه الخدمة، خدمة الاتصال على الواتساب. الاغتيالات في صفوف ميليشيات الحشد الشعبي تزايدت في الفترة الأخيرة خاصة في هذا العام، وكما يعني شفنا أنه البارحة قيادي وهو شوقي الحداد في سرايا السلام، كذلك أحد أعضاء لجنة التحقيق وهو ضابط محمد سهيل الفتلاوي تم اغتياله. لجنة التحقيق في قضية سقوط الموصل بيد تنظيم داعش تم اغتياله على طريق بغداد كربلاء. اغتيالات عدة في العراق
إن كان في صفوف ميليشيات الحشد الشعبي أو في صفوف الجيش والشرطة وكذلك مدير الجوازات قبل أسبوع. موضوع آخر تحدثنا فيه وهو هروب 45 أو مغادرة 45 برلماني خارج العراق وإرسال عائلاتهم قبلهم إلى بلدان كإيران، تركيا، مصر، بلدان أخرى بحسب صحيفة العربي الجديد. عضو اللجنة القانونية النيابية النائب سليم شوقي كشف عن وجود 20 مذكرة إلقاء قبض وطلبات رفع الحصانة بحق عدد من نواب في البرلمان. أضاف شوقي بأن تدخلات بعض رؤساء الكتل وقالة الأحزاب عطلت تفعيل مذكرات القبض عن بعض النواب خلال الدورة البرلمانية. هذا أبرز ما يعني تحدثنا فيه في هذه الحلقة، حلقة اليوم من صوتكم. هناك رسالة من أبو حسام النعيمي من بغداد يقول: تحية لك أستاذ عمر ولكادر قناة الرافدين. يقول: اللهم اجعل كيدهم في نحرهم ونحرهم في كيدهم حتى يذبحوا أنفسهم بأيديهم. هذا انتقام من رب العالمين لأخذ ثأر الأبرياء من هذه الميليشيات المجرمة، ولن تذهب دماء الأبرياء هدرا. لعنة الله وملائكته وكتبه ورسله عليهم إلى يوم الدين كما يقول. إذن أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا لكم، نلقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة ومواضيع أخرى في برنامج صوتكم. في أمان الله.